هذا أول صورة رسمتها. أخطر رسمة كانت أحبها. ليش طبعتها؟ معلش أنا إحنا بفقراء، والله بعمل الفقراء. هذا آخر رسمة رسمتها الدنيا يوم الأربعاء قبل استشهادها بيومين. من وهي صغيرة كانت حلمها أنها تكون ترسم. تخلص الجامعة وتصير رسامة مشهورة. قتلوها وقتلوا حلمها. كان علينا الخبز، شربنا شاي وجينا هنا. بنتي هنا قاعدة بتخبز وأنا في النتفة هذه وبنتي على الفرش. أجي الحجار هو ظل كلهن أجن على الحامل. أنا فكرته من البريز تبع الكهرب. حملت الحامل وطلعت لبرا لأني أنا كنت خايفة عليها عشان حامل. فكر كل هي ناس كهرب، ما كنت بعرف إنه قصر. بعد ما طلعنا والبنت بتقول لي دنيانا جوا. رجعت لقيت دنيانا الدم، الباب كله دم، الحيط كله دم. لقيتها على سرير وغرقانة بدمها. أنا كنت عند الزيتون، سمعت الخبط، جينا نجري، كان في اطلاق نار وين ما بروح. أنا لما دخلت على الدار، أنا لما شفت الدار وأي بني آدم بيشوف داره بتدخن تطلع دخنة وسمع خبطة قال الدار كلها ضاعت. أنا كل كنت بشوف واحد، شفت أول واحد قلت الحمد لله. ولما دخلنا جوا يعني إيش هذاك؟ منظر بشع ما بينسي، في الحلم بشوفه، يعني لليوم من يوم الاستشهاد لليوم منظر مش طالع من الراس. بعد الوفاة صار الطخ مباشر، اللي بيقرب على الدار بطخوا عليه. أنا بمعنى الكلام ما بدهم حد يسعف. كان ضربة كانت في الرأس، لأن أنا بإيدي هذه بذي هوضل لميت الجرح هيكت، بفكر إنها سايفة بخبط هيكت. ما كان ذكر علي الحرب، بقول يرد علي يرد علي. حين عرفت إنها ماتت خلاص هنا. حسبي الله ونعم الوكيل. أشتري حسبي الله ونعم الوكيل. إحنا يعني مدنيين ما فينا مقاومة. أبوها بيزرع يسك في الزيتون هذا بالأجار. أبوها مش مقاوم ولا أخوها مقاوم، كل بالأجار يعني بسطاء بنشتغل عند مادة في الخضرة. أنا بخاف أجي هنا، وحتى في الليل بريشين وبنامش برا، بنام عند عمتي. البنت عندي بتقول هدوا الدار بدنا نرحل، ما ودنا هنا. ليش بترحل؟ ترحل خايف، بتقول الدنيا ماتت واحنا واحنا وراها زي هي ما انقصفت بقصفون. تحب ترسم شخصيات، وكانت بتحب اي واحد في العيله ترسمه، وبتاخذ صور وبترسمهم مع ورق. اخر ذكريات كانت لدنيانا، كانت بتحفظني قران الظهر، وكانت دائما بتخلينا ارسم اصير زيها، برسم وبتحفظني قرآن زي. الحياة صعبة واحنا مزارعين، يعني عقد يومك بتعيش، ما بتقدر تعيش أكثر من هيك. يعني كانت لما تطلب يعني مثلا بيت ألوان يمكن بجيب لون واحد، بتكمل الباقي بدون ألوان. ما كنا بنقدر نوفر لها، مش كل حد يعني هي خاضت في حياتها اللي عاشتها، عاشت غلبانة. كان حلمها كل الرسم والورد والحجت، هذا حلمها. حلمها إنها ترسم وبتزرع كل الورد اللي في الحوش كله اللي زرعته 22 سنة وأنا برب فيها. فجأة خلاص قديش عاشت معي، كانت هي البنت وهي الأخت وهي صاحبة. ما كنا بنتعامل بنت وأمي، كنا بنتعامل صاحبات مع بعض. حتى لما تروح على جامعة وترجي عملتها وتكلمت مع صاحباتك، كان كل شيء تحكيها. قتلوها، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.